كلمة أخيرة تود أن تقولها. ما نسمعش شيء. أنا سألتك، أتيح لك المجال قبل أن أختم معك، لكلمة أخيرة تود أن تقولها، خصوصا وأن اللغط يثار حولك والكلام يثار حولك كثير. نعم طيب. نعم، ما هي الكلمة التي تريد أن تقولها أو توجهها؟ نبي أقول أن الإشاعات هذه ممكن من 3 سنوات وهي لم تنتهي حتى يومنا هذا. مرة يقولون أنه يفجر جامع في بنغازي، ومرة هو ماجد شقة في المرج كي يفجر، ومرة مات، ومرة قتلناه، ومرة ضربناه بالرصاص، وهذا كله كلام صحيح وأنا في بيتي ماليش علاقة بأي جماعة. أما بالنسبة لما قال أخونا محمود البرعصي، الإنسان قد يكون في حالة نفسية يعني منهارة أو يغضب يطر منا أي كلام وقل يعني قد يكون مش مسؤول عنا. ونبي نوضح لك بأن نحن أصلا صار شريعة ورغم عبارة عن ناس طيبين وديبين كل مسلمين ورغم في كل محبة ومودة فيما بيناتنا كلنا، ما فيش ليبي يكره ليبي أصل، ولكن هناك من يحاول يثير فتنة ليشتت الأمر. أما نحن رأوا ما فيش أي شيء، نحن كنا أخوة والله، ما فيش واحد يبنى أي شر للليبيين ولا لأي أحد أبدا، هذا ما أقوله. شكرا لك أبو فارس سفيان بن قم، حدثتنا من مدينة درنا. الآن أعود إلى أبو